أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. وبداية أعتذر عن من الأخوة الذين كتبوا تعليقات أكيد كالعادة جميلة. رضوان، زهير حمدان من زمان ما كتب فعم يكتب، أنا أشكره، والجميع خلود، لكن اعذروني اليوم أني ما حأقرأ التعليقات. سبحان الله الحوار ما شاء الله واضح أنه الموضوع استثار مشاعر الكثيرين، لذلك كان في مشاركة كبيرة ما لحقنا نقرأ التعليقات. موضوعنا الآن عن موضوع صدمة الحياة الجامعية، ومعنا الأخصائية علا شحادة. يسعد صباحك أستاذة علا. يسعد صباحك دكتور أحمد، يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يعافيك يا رب. بدون شك أستاذة علا أنه الانتقال من المدرسة إلى الجامعة انتقال كتير كبير، يعني الطالب بضل 12 صف خلينا نقول دراسي، الانتقال كتير كأنه عم يطلع خطوة خطوة، ما في كتير فرق بين الصف السادس والسابع، السابع والثامن، يعني كله متشابه، يعني بجوز تزيد المواد العلمية شوي، لكن فجأة الانتقال للجامعة بيكون في نقلة كتير واسعة على جميع المستويات، سواء على مستوى المواد العلمية، حجم المواد والكتب مثلا فجأة بلاقيها تضاعفت أضعاف مضاعفة، طريقة الدراسة، فكرة أنه إذا الجامعات تبلش تدخل موضوع ربما بحث علمي كذا، البيئة الجامعة، آلية حضور المحاضرات لحالة، موضوع إذا هو عم يدرس في مدارس معظم، يعني معظمنا بنحرص أنه تكون المدارس غير مختلطة، هذا أفردناه في حلقة، فبيدخل إلى الجامعة بيلاقي الجامعة مختلطة، فهي نقلة كبيرة، لذلك نحن قلنا هي صدمة ربما تكون لدى البعض. قديش مهم أستاذ علاء أن يكون في توعية لهذا الطالب وهو ينتقل هذه النقلة الكبيرة، حتى ما يلاقي حاله فجأة بين يوم وليلة صار في وسط الجامعة، في وسط جو يعني مرعب قد يكون. يعطيك العافية. أول شيء هلأ السنة أولى جامعة، كيف نحن لما بيكون بدخل الطفل على أول سنة، خليني أقول لك حتى من الروضة، يعني قبل ما أفوت بتفاصيل الصف الأول بالروضة، تمام، قد إيه نحن بنكون الأهل عم نحضره لأنه هو حيترك جو البيت وينتقل لجو جديد و و و إلى آخره. أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة حتى لل يعني الاختبارات اللي بيجروها علماء النفس، الدخول إلى سنة أولى جامعة يمكن تكون أصعب من الدخول إلى أول روضة، اللي هي بالرغم إنه بيكون أول مرة بيبعد الولد أو الطفل عن أهله لعدة أسباب، أولاً اختلاف الجو، ثانيا اختلاف المكان، و يعني اذا بدك حتى مو بس الكتب، المكان بحد ذاته مختلف، كبر المكان، اتساعه، اتساع الشرائح الموجوده فيه، اختلاف الثقافات اللي موجوده داخل هذا المكان، الاهل قدر الامكان او يعني بشكل عام بصير ما عاد لهم كثير تواجد مع الابن او البنت اللي داخله على الجامعه، على عكس مثلا الروضه الاهل ممكن يرافقوا ابنهم، اما بالجامعه هن بيلاقوها انه يعني غير مستحب انه ترافق الاهل مع ابنه، انه انا صرت شاب، انا صرت صبيه، ما فيكم تروحوا معي. فصراحه هي انا بالنسبه لي هي اصعب، وبالرغم من هي الصعوبة ولكن هي يعني أنا بداية قبل ما أبدأ الصعوبات اللي بنواجهها، خليني أقول إنه هي من أجمل مراحل الحياة اللي نحن ممكن نعيشها إذا عرفنا كيف نعيشها صح. يعني هي أجمل فترة، لا تتخيلوا إنه حتمرق بحياتكم أجمل من هي المرحلة وأجمل من هي الفترة، ولكن شرط إنه نعرف كيف نعيشها بشكل صحيح وسليم، بحيث تمرق سنوات الدراسة أيا كانت، معهد سنتين، كلية، أربعة، خمسة، ستة، تكون هي من أجمل المراحل وتترك بصمة حلوة بحياتنا إذا عرفنا كيف نجتاز هاي الأمور. بداية قبل ما أنا أدخل على الجامعة، المفروض قبل ما انا ادخل على الجامعه، المفروض اثناء التسجيل، يعني نحن كلنا بنعرف قبل ما نفوت في شيء اسمه تسجيل للجامعه. نعم. المفروض انا ادخل على هي الجامعه، سجلت بمكتب التسجيل، اعمل جوله داخل الجامعه، يعني انا مثلا نفرض بدي ادرس كليه هندسه، حقوق، طب، الى اخره. فيني انا اسال انه وين موجود هذا الكليه، وادخل لمبنى هالكليه، اعمل جوله بس استطلع فيها على المكان، على المدرج، على القاعة، على الكافتيريا، يمكن حتى المكتبة، يعني خليني أكون أنا آخذ فكرة مبدئية عن هالمكان قبل ما أجي أنا أول يوم
فورا ادخل لمكان مجهول. دائما نحن بنقول انه انت لما بتعرف المكان بتكسر نصف حاجز الخوف. ما بيصير عندك انت رهبه اول يوم انه انا فايت لشيء مجهول، حيكون بنيت انفه باللاشعور بينك وبين هالمكان من اول مره انت حتروحها. بعدين نحن كثير بنعرف انه سواء هون ولا باي بلد ثاني، دائما قبل بدايه العام بيكون في شيء اسمه جلسات لحتى نعرف بالافرع الموجوده بالجامعة، بيحكوا انه شو الافرع الموجودة، كيف تركب دراسته، هاي اثناء التسجيل او حتى بعد. احيانا في بعض الجامعات بتعمل شيء اسمه تعارف مثلا بداية العام الدراسي، كمان هذا ضروري جدا انه الطلاب تحضره كرمال تقدر تعرف المكان، تتعرف على هالفرع. ضروري جدا انه انا ما انتظر لاول يوم لحتى اشوف شو في عندي محاضرات او انا هالفرع كم ماده موجوده فيه، شو اكثر المواد اللي انا بحتاج مني تركيز مضاعف يمكن، شو المواد اللي انه انا مثلا ممكن واجه فيها صعوبه مثلا، يعني تختلف هي المرحله من طالب لطالب. فجميل جدا اذا انا استشرت احد الاصدقاء اللي كانوا قبلي بهذا الفرع. وفي شغله كمان انه نحن هلا ما ننسى، يعني نحن هلا عم نعيش تطور خلينا نستفيد منه بالسيف بالجانب السيف الجيد، يعني مواقع التواصل اليوم بكل جامعه في مجموعه من الطلاب لكل فرع معين، فالطالب اليوم بيقدر يطرح اي سؤال بيخطر على باله للاصدقاء او لهي المجموعه الموجوده، كرمال لما يدخل على الاول يوم يكون هو مجهز، يعني هو محصن بمعلومات. طبعا هي ما بتكون كافيه 100%، ولكن قدر الامكان ما داخل على شيء مجهول، بيقدر يستسقي من رفقاته من الجروبات اللي موجوده انه شو تفاصيل هذا الفرع، شو السيستم، شو اصعب ماده ممكن انا واجه فيها مشكله، كيف طيب نصيحتكم لاتغلب، هي الامور كلها تتشرب شوي هيك بالطمانينه. ومثل ما تفضل الدكتور احمد انه هي المرحله حساسه جدا، يعني انت منتقل اغلب المراحل عارفه الثانوي او حتى من الاعدادي بتكون غير مختلطه، ففجاه انت عم تطلع من جو الى جو اخر تماما، فكمان هي بدها وقت. استاذ حنجي حنقف عندها قليلا اليوم، وربما نلاقي انه بدها لحالها وقفه اخرى، بس سنقف عندها. انا بدي اقف عند ثلاث نقاط أستاذة علا أساسية ربما في موضوع الجامعة. النقطة الأولى فكرة أنه إن أحد الاختلافات الرئيسية أيضا في المدرسة الأمور واضحة، الهدف حتى واضح، يعني في الغالب الهدف بيكون بس أني أنا حصل أفضل علامة ممكنة وأفهم موادي وانتهينا، أنا الهدف الدراسي. في الجامعة لا، يعني صار الآن هو دخل في يفترض في جامعة اختارها، نحن ما عم نحكي الآن عن اختيار الجامعة، هذا موضوع آخر، يفترض أنه هو اختارها بناء على هدف، وبالتالي هدف هناك هدف ما بعد هذه الجامعة وغير ذلك. إلى أي مدى يعني هون لازم يكون هذا الهدف مستحضر في حياته الجامعية، وكيف لازم يساعد هذا الأمر على تجاوز تحديات اللي ربما أيضا قد يتعرض لفشل، لإخفاق، لرسوب في أحد المواد أو في سنة حتى في هذه الجامعة؟ هلا هو ضروري نحن نعرف انه انا لما حفوت لهي الجامعه قد خليني اقول لك انه ما كل اللي انا الاحلام والاهداف اللي انا كنت راقمتها بمخيلتي ممكن لاقيها قابله للتحقيق. كثير في ناس بتدخل سنه اولى وفجاه بتلاقيها بالسنه الثانيه قررت تغير الفرع، كرمال هي بتحس حالها انه انا ما لاقي حالي بهذا المكان، وصراحه انا بشجع هذا الشيء، يعني لا انا كمل عم بدرس بفرع وانا مالي حابه او انا هذا الفرع مالي حاسه بلبي كل الرغبات اللي انا كنت رسمتها بمخيلتي. فضروري هي اول نقطه واهم شيء صراحه انه انا اذا دخلت للفرع وجدت نفسي انا غير قادر على الانتماء لهالفرع، او شعرت انه انا لا ما كان هيك هدفي، يعني انا كنت مفكر شيء ولقيت شيء على ارض الواقع. ضروري اذا انا اخذت قرار، طبعا استشرت يعني استشرت ناس مختصه بهذا الموضوع، اقدر اني انا اخذ خطوه تغيير الفرع كرمال انا اعرف شو بدي، شو بدي خطه لوين بدي اوصل. وشغله ثانيه المهمه كثير، الجامعه ليست مثل المدرسه، يعني بالمدرسه مثل ما تفضلت المواد معروفه، فعمليه تحقيق العلامات والمعدل العالي للطلاب موضوع فيه تناول الايدي، كثير بنلاقي في طلاب بينصاموا بصدمه انه انا كنت من الاوائل، انا بالثانويه جبت اعلى العلامات،
في ناس جدا بتكون متفوقه وللاسف بالجامعه وخصوصا بالصف الاول، ممكن مثلا لا سمح الله تصاب مثلا بالاحباط نتيجه اخفاقها في بعض المواد او نتيجه تحصيل اقل من اللي هم المعتادين عليه. بدي اعرف انه هي ما نهايه الدنيا، انت بالنهايه فايت على شيء جديد، فايت على معلومات كميتها ضخمه، ما كل الناس على نفس القدر. انا ادراني انه انا اللي انا بقدر بستوعبه غير اللي فلان، فهي ما لها نهايه العالم. اهم شيء صراحه بهذا الموضوع وجود الاهل لجانب ابنائهم، يعني لما انا بده يجي امي والله مثلا لا سمح الله حصلت مثلا علامات اقل او اخفق او رسب في احد المواد، فانا بدي افهمه انه هي ما نهايه العالم. كثير في طلاب بالفصل الاول ممكن حتى ما ينجحوا مواد ولكن بنلاقيهم بعدين تفوقوا، يعني انا بشبهها كيف السياره مثلا لما بتطلع طلعه هيك شوي صعوبه فيها قاسيه، فاول ما بتطلع بتلاقي هيك صعوبه وشوي شوي وممكن لا سمح الله ترجع لورا، ولكن بعدين مثل ما اعطيتها بنزين بتطلع الطلعه بسهوله. جميل. تكمل الطلعه يعني، فهي المهم انه نكملوا الطلعه، لا يحبطوا، لا يقولوا انه لا نحن ما قدرنا ويبلشوا يخافوا، اهم شيء دائما وجود داعم للشباب وللصبايا بهي الفتره تحديدا، الاهل، الاصدقاء، الاخوه الاكبر، انه ما نهايه الدنيا اذا انا اخفقت بمواد او اذا انا حسيت حالي ما عم بعرف بدرس، احيانا الدراسه بتكون غلط، طريقه الدراسه، فحلو انه نستشير حدا كان قبلنا بهي المراحل. جميل جميل، يعني مثل ما تفضلتي لانه هناك اختلاف بآليه الدراسه، مثل ما تفضلتي بالمدارس انت يعني مسيطرة على الكتاب، معروف بدايته ونهايته، معروف عدد الصفحات اللي بده يدرسها الواحد لكل امتحان. في الجامعة في الغالب يعني تكون المصادر مفتوحة، في محاضرات وفي كتب وفي أحيانا أشياء أنت لازم تبحث عنها خارجيا، فآلية الدراسة كل هالأمور قد تظهر عقباتها في المرحلة الأولى، لكن إذا ما استسلم الطالب حيتعود ويستفيد من خبرات الآخرين. جميل جدا. النقطة الثانية اللي كنت أريد أن أقولها، إذا النقطة الأولى كانت موضوع الهدف وكيف تعامل مع الفشل، موضوع الصداقة والأصدقاء، وهي هي ربما يمكن هي اللي قصدك أنت عنها بشكل أساسي، أنه هي من أجمل، رغم قد تكون أو هي يمكن أن تكون أجمل أيام الحياة أيام الجامعة، ربما يكون الموضوع كثير متعلق أو أحد أهم عوامله موضوع الأصدقاء واختيار الأصدقاء. أيضا كمان هم في الغالب في المدارس بيكون المدارس خلينا نقول محلية، يعني غالبا الناس بتجي من نفس الحي، فاصلا الناس بتكون متقاربه حتى بالثقافات والعادات والكذا، فانت بتعرفي انه الاحياء بتكون كل حي له طبيعته له كذا، هون لا الجامعه بتختلف، فالتنوع بيصير كبير جدا قبل ان ندخل لسه لوجود الجنس الاخر، لكن التنوع الثقافي والفكري والمادي والاقتصادي والطبقي موجود بكثره، كيف اختار الاصدقاء خلال فترة الجامعة؟ أول شيء بدي أقيم من بالي هي الأفكار اللي نحن بنسمعها، إنه أنت أول ما تدخل ما في داعي تتعرف على حدا، تعرف على صديق صديقين وبكفي، لا تحاول تخالط كل اللي بالجامعة، انتبهوا جو الجامعة ممكن يكون فيه مشاكل، أنت ممكن تلاقي أصدقاء سوء، لا تتعرف على ناس من غير بلدك مثلا أو من غير ثقافتك، تقرب فقط من الناس اللي بيشبهوك، هي الأفكار بحد ذاتها إذا بنزرعها براس أولادنا قبل ما يدخلوا على الجامعة ثقوا تماما، انتم مسكتوهم ووقعتوهم بقلب البيت بدون ما تشعروا. بالعكس المفروض هم لما يدخلوا على الجامعه يتعرفوا على كافه الشرائح اللي موجوده، يحكوا يختلطوا معهم، يتعرفوا على ثقافات مختلفه، لانه هي بالعكس حتزيدهم وعي، حتزيدهم ثقافه، حتعطيهم يمكن افكار جديده هي ما لها موجوده. في نقطه حلوه انه انا لما اليوم فايته مثلا لنفترض فرع الحقوق بالمطلق يعني حيكون في تقريبا خلينا نقول 60-70% من الطلاب اللي عم يدرسوا هالفرع فيهم صفات مشتركه، لانه هم اختاروا فرع اتفقوا عليه بنسبه خلينا نقول 60-70%، فرع الطب كذلك، ففي صفات بتكون مشتركه بهدول الناس، فانا ححس حالي لما انا عم بحكي مثلا مع احمد، مع زيد، مع سهى، افكاري متقاربين من بعضهم، غير مثلا لما انا بكون بالمدرسه، بجوز انا احب
بحب المواد العلمية غيري بحب الأدبي، أنا بحب الموسيقى غيري بحب الرسم، فبيكون في اختلاف، ولكن اختيارك لنفس الفرق بيكون نوعا ما في تقارب. فهي أول نقطة هي إيجابية موجودة بالفرق، حتخليك ما تخاف من الناس اللي موجودة. النقطة الثانية، أنا تعرفت على كل اللي موجودين وكونت صداقات مع النسبة الأكبر، طبعا احنا بنعرف إنه الأعداد بتكون كبيرة، يعني مو 10 و20 و30 و40، لا الأعداد كبيرة اللي موجودة. تعرفت على المعظم مثلا، بعدين بتجي عملية الانتقاء، ولكن هذا لا يعني إنه إذا أنا مثلا نقيت 5 مقربين 6 مقربين إنه أنا الباقي ما لازم أعمل معهم علاقات. هاي المعلومة غلط، وهون بيجي صراحة الشيء الحلو اللي موجود يمكن بمعظم البلدان الأوروبية وحتى العربي صارت موجودة، عملية المشاريع المشتركة. يعني أنت بتلاقي أنه مطلوب منكم تعملوا مشروع، بيختاروا جروب فريق، أنتوا هذا فريق بتكون تشتغلوا على مشروع، فأنت هون لا شعوريا أصلا هدول الفريق هنا حيكونوا أصدقاء، لأنه أنت عم تشتغل معهم، عم تدرس معهم، عم تحضروا سوا مع بعض تكون هالمشروع هاد، فحتكونوا أصدقاء. جميل. ولكن الباقي موجود لازم ابني معه علاقة، قد لا تكون وطيدة، مو مثل أصدقاء المقربين، بس لازم اتعرف عليهم. إذا جميل. واحد من غير بلدي ما بيمنع أني أنا أتعرف، أفهم، أحكي عن ثقافة البلد اللي هو موجود منه. جميل يعني جدا. هاي الأخذ والعطاء ضرورية بالجامعة، مو ما أنك أنت تنغلق على نفسك، وأنا لأني بخاف ما بدي أوقع بالغلط، ما بدي أختار أصدقاء سيئين، فأنا بقرر أتخذ لحالي جانب وأنه أنا هيك بكون بمأمن، هذا أكبر غلط. جميل جدا. إذا يعني هي وجود هذا التنوع فرصة فعلا لتوسيع الآفاق وكسب معارف وثقافات و متنوعة، لكن بالمقابل فعلا هون أنت ذكرتيها في النهاية، يعني ماذا عن الخوف؟ فعلا هناك دائما في كل وسط، حتى لو نحن نفس الجامعة داخلين، في أصدقاء سيئين وربما يعني بيكونوا من أسباب الفشل أو التعاسة أو اكتساب عادات سيئة، ماذا أفعل؟ هلا اول شغله انه انا بدي اعرف انه انا مالي مضطر اني انا اختلط معهم او اتقرب معهم لدرجه جدا قريبه، يعني مالي ما في شيء بيجبرني اني انا خالط شخص وبيختلف مع ارائي ومعتقداتي، والشيء اللي انا برايي غلط. هلا قد يكون اللي انا برايي غلط هو برايه الصح، فانا مالي مخول لحتى مارس عليه دور المرشد. يعني هي اول شغله، في كثير طلاب مثلا بتشوف بنفرض خطا معين من طالب، فهون هي بتحس انه هي دورها لازم تعمل دور مرشد وتقدم النصيحه، وهي برايها انه لا انا فيني طلعه من اللي هو فيه واخذه للطريق السليم، نقوم بنلاقي انه هو نفسه بيوقع بهذا الطريق. يعني قديش نحن بنسمع مشاكل وحالات بالجامعه، سواء لا سمح الله من تعاطي اشياء ممنوعه الى اخره، بتبدا انه انا ما كان بدي هيك، انا كان فكري انصحه وكان فكري انصحها، كان بدي بعدهم عن هالطريق، فانا بواسي. بدي اعرف انه انا ماني مخوله وانا ماني مهيئه لحتى انا اقدم النصيحه، يعني انا لما بكون شخص مهيئ قدران ما بتغير مخي، ما بتغير معتقداتي، ما هو يسحبني بدل ما انا اسحبه، فهون انا بدي اعمل بريك. ممكن انا شوف حدا مقرب من اهله اخواته كذا، اذا انا حابب اني اقدم نصيحه وانا بدي بعده عن هذا الطريق. فهون اول شغله انه انا بعد عن هذا الموضوع، يعني خليني اخذ لحالي هيك احتياطات، كيف نحن اذا بنعمل وقايه من مرض معين بنقول هي احتياطات حتى انا ما اصاب بهذا المرض. الشغله الثانيه، اذا انا تعرفت على صديق وكانت الوحده الاولى انه هذا الصديق جيد، يعني انا شايفه كل صفاته وشايفه معاملته ولقيته انسان جيد، اكتشفت اثناء المعامله انه لا هذا الانسان فيه شغلات مثلا ما بتناسبني، هون دغري بعمل ستوب وبحاول بعد، ماني مضطرة اقطع بشكل نهائي، ولكن ببعد شوي 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 شوي، بتلاقي انه هو بعد عن هذا الموضوع. غلط الاستمرار بحجة انه انا ما بدي زعله، انا ما بدي زعلها، ما بدي اياهم ياخذوا موقف مني، او مثلا انا بخاف اذا عملت هيك ممكن هو ياثر سلبا علي. ضروري جدا انه تكون قراراتنا تتمتع بالحكمه وبالشجاعه واحيانا بالحزم، يعني حلو الواحد يكون عنده مشاعر حلوه واخذ وعطاء وكذا ومرونه، ولكن في مواقف تحتاج الحزم. يعني الشخص السيء المتفق عليه انه سيء، انا ما بصير بني عم اتعاطى معه لانه ما بدي زعله،
احسن ما ازعل انا، يعني استحل اني اشوف فكره. بالضبط، جميل جميل. يعني مثل ما تفضلت، يعني بالنهايه بدي احمي نفسي ايضا، وهذه الوقايه. سؤالي الاخير، والوقت كثير ضيق بعرف بالذات لهذا السؤال، لذلك ربما يعني يحتاج الى مره اخرى، لكن هنا من اكثر المواضيع الشائكه في الجامعه هي موضوع انه صارت مختلطه وصار في جنس اخر، والطلاب خاصه اذا كانوا في مدارس غير مختلطه، ف يعني بتكون مشاعره مضطربه، وحتى بيبلش يعني ما عاد يفهم ما هي مشاعره، هل هو فعلا يقع في الاعجاب، واحيانا يفكر حاله وقع في الحب وغير ذلك. التعامل مع الجنس الاخر، التعامل مع هذه المشاعر، ولو الان يعني خلينا نقول هيك اطلاله سريعه في الدقائق الخمسه الاخيره المتبقيه. تماما. هلا صراحة مثل ما تفضلت هذا موضوع يعني عن جد يطال الحديث فيه، خلينا نسميه نحن انه سنة أولى حب أو سنة أولى وهم إني أنا بحب. اختلاف مثل ما حكيت إنك عم تطلع من مدرسة غير مختلطة لمدرسة مختلطة، طب خلينا نقول كنا بمدارس مختلطة، يعني لأنه هلا أغلبية حيقولوا لي طيب هلا بس أغلب المدارس صارت مختلطة خصوصا بالدول خلينا نقول الأوروبية مثلا، طيب شو بتفرق؟ يعني شو بيفرق إنه أنا زميلي اللي كان معي بالثانوية عن أنا اللي داخلة مع من على الجامعة؟ المشكلة إنه أنت هون عم تنتقل من مرحلة خليني أقول لك المراهقة إلى مرحلة إنه أنا بلشت أحس إنه أنا شاب، أنا صبية، أنا بتمتع باستقلالية، ما حدا دخله بتصرفاته بآرائي، وفي للأسف كثير شباب بظنوا متى ما دخلوا الجامعة صاروا هن لهم الحرية الكاملة وما حدا مسيطر عليهم وبحق لهم يعملوا كل شيء، يعني كل شيء كان ممنوع أثناء الثانوي مثلا فهلا صار مباح لمجرد دخلوا الجامعة. هي الفترة من أخطر المراحل اللي ممكن يمرق فيها الشاب أو الصبية، وقلما قل إنه الناس اللي بتدخل الجامعة شباب وصبايا ما ممكن يصير معهم اضطراب مشاعر أو إنه مثلا فكر حالي أنا هالشخص بحبني أو أنا حبيته وبالأخير اكتشف إنه هذا الحب غير صحيح. في ناس بتصرح بهالشيء يعني بتقول إيه أنا مرقت بهالتجربة، وفي ناس ما بتعترف بتقول لك لا أنا ما صار معي، ولكن مستحيل يعني علميا نفسيا سيكولوجيا إذا بدك ما في حالة ما بيدخل إلا إجبار، إنه بالنهاية بشر فطبيعي خربطت هالمشاعر بالبسيط، ولكن المهم جدا إنه أنا أعرف إنه أنا اختياري معرض انه يكون خطا بنسبه 50%، يعني انا لما بدي اجي احاكي الشباب بقول لهم انه انتم ممكن يكون هذا الشريك اللي اخترتوه ناجح 50% ويمكن تكملوا حياتكم معه، ولكن 50% حطوا احتمال الخطا الفشل، طب ببلش يصير عندهم شويه وعي، التعامل الاهل مع هالعمر تحديدا جدا مهم، يعني انتم قديش كنتوا تقولوا عن مرحله المراهقه تبدا مع اولادنا وبدهم اسلوب التعامل و و و و، المرحله الجامعه أكثر. رجاء كونوا أصدقاء لهم، يعني نحن اللي بدي لخص لك المشاكل، الأهل إذا كانوا أصدقاء لأولادهم تقربوا منهم، تعاملوا معهم معاملة أصدقاء، خلوهم يحكوا لهم عن كل شيء عم بيصير معهم، صدقني نسبة المشاكل يعني يمكن 80-90% بتقل. أنا لما مثلا حواجه شخص أعجب فيه وجيت حكيت لأهلي لماما مثلا هون أنا وجهت لي نصيحة هي بطريقة غير مباشرة، وضروري جدا الأهل ما يعطوا يعني تصريح حازم إنه لا ما بيناسبك، لا أقطعي علاقتك معه، لا كذا، ضروري يكون الأجوبة مرة صد مرة فيها مهاودة، لأنه بالنهاية أنت هاد صار شاب صارت صبية بعمر العناد بيكون فيه بأشده، فبدي احاول قدر الامكان انا هدي شوي شوي لحتى اكسبه، متى ما حسني هو انه انا ارائي صائبه صدقني حيصير يسمعني دائما، ما حيصير في تصادم بيني وبينه، وضروري جدا ان كان البنات ولا الشباب يكون في توعيه قبل ما تدخل انت على الجامعه، بالذات البنات يعني انه مثلا ما كل مين قال لك صباح خير معناتها هو اعجب فيكي، ما كل مين مثلا عمل معك موقف قد يكون هو بتربيته ببيئته ببلده هي الامور عاديه عندهم، نحن بمجتمعنا مثلا انا ما بيعمل الا اذا كان الشاب معجب فيني مثلا يعني، فضروري هي التوعيه، يعني انا عم بحكي هي النقاط لانه انا شايفتها ولامستها وصايره معنا مع الطلاب بالجامعه، خصوصا لما بنكون نحن ببلد فيه تنوع ثقافات وتنوع يعني اراء وافكار في اختلاف، فهذا الموضوع ضروري انه نتوقع عليه، كمان نفس الشيء الشباب انت بجوز تكون بيئتك مختلفه عن بيئه الفتاه مثلا، هي عندها عادي اذا حكت اذا ضحكت فهذا لا يعني انه هي معجبه فيك وانت تبني امال، قديش نحن بنلاقي يعني احباط تصيب كان الشباب ولا البنات
نتيجة انه هن اعجبوا بحدا واكتشفوا انه هالشخص ما بيفكر فيهم مثلا، فهون كثير بتلاقي صدمات ومشاكل وبيأثر على الدراسة وعلى نفسيته، وفي كثير مشاكل بتصيبه من وراء هي القصة تحديدا. فرجاء عن الأهل وأولادكم قبل ما يدخلوا كونوا أصدقاء لهم، يعني خلوهم يحكوا لكم كل شيء، ليس فقط من مسألة الحب. حتى إذا أنا صادفت صديق سيء، أنا ما بدخن وصار يدخن الشاب أو البنت، ضروري يكون عندهم الجرأة يجوا يحكوا، أنتم يكون عندكم القدرة على أنكم أحيانا تحبسوا الغضب اللي جواتكم وتقدروا تسمعون، ولا دائما وعلى طول قولوا لهم إذا أنتم كنتوا داخلين جامعات أنه كانت أجمل سنوات حياتنا، وأنا ندمان أنه مثلا أنا ضيعت هالسنة بالموقف الفلاني، وبيرجع فيني الوقت يمكن بعيشها صح، لأنه هاي السنوات ما بتتكرر، يعني هاي السنوات استحالة ترجع تتكرر، فضروري هن يسمعوا هاي النصائح. جميل 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 جدا. يعني نصائح ما شاء الله، يعني ضغطيها في وقت قصير، لكن كل واحدة فيها فعلا هي نصائح ذهبية للأمهات والآباء. المفتاح المهم جدا فعلا نكون قريبين من أطفالنا، مصاحبينهم من الوراء من الخلف مثل ما بيقولوا في كل المراحل، وبالذات فعلا في هذه السنة الأولى. أشكرك جدا أستاذة علا.